كما تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامه الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهوريه تركيا وعبر فخامته في الاتصال عن صادق عزائه وخالص مواساته لحضره صاحب الجلاله الملك المفدى في وفاه صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رحمه الله دعينا الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم جلالته الصبر والسلوان واعرب جلاله العاهل المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره المعزيه والمواسيه في الفقيد الراحل رحمه الله